طاب مساؤكم بالخير مشاهدين، حلقة جديدة من مدار الغد نتابع فيها هذه الليلة مع مطالبات بتوسيع عضويته. ألم يعد الناتو الملاذ الآمن للدول المستضعفة والمهددة؟ وبعد درس أوكرانيا، هل ترغب الولايات المتحدة في اتحاد أوروبي أفضل تسليحة؟ رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كشف الناتو في يونيو الماضي خلال قمة مدريد عن مفهوم استراتيجي جديد عرف بسياسة الباب المفتوح، مفهوم جسدته دعوة دولتين على الحياد للانضمام إلى التحالف وهما فنلندا والسويد، وما أثار طبعاً التساؤل وقتها حول خطط الناتو لفتح الباب على مصراعيه لتوسيع رقعته وقبول أعضاء جدد. مجلة فورين بوليسي الأمريكية عرضت في مقال لها أن مسألة توسيع عضوية الحلف باتت ضرورة لأن تكون ضمن مفاهيم وسياسات جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة على الساحة الدولية. يطرح الكاتب سؤالا مفاده كيف يتم تحقيق هدف التوسع في عضوية الحلف؟ في معرض الإجابة عن هذا السؤال، دعا الكاتب الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم العسكري اللازم للشركاء المعرضين للخطر في ظل هذه الظروف الدولية لحين انضمامهم لعضوية الحلف بشكل رسمي. يرى الكاتب أيضا ضرورة لطرح جميع الخلافات والانقسامات جانبا في ظل الظروف الحالية. إلى جانب ذلك، يدعو كذلك إلى العمل على ضم أوكرانيا لعضوية الحلف دون أن تؤدي تلك الخطوة إلى صراع عالمي. يختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على ضرورة التخلص من حالة التردد التي تنتاب الدول الأعضاء في الحلف في تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا، إذا اعتبر أن الدعم الذي قدمته بالفعل الدول لأوكرانيا أسهم فعلا إلى حد بعيد في تغيير موازين القوة على الأرض في المواجهات الحالية مع القوات الروسية. أحييكم من جديد في مدار الغد. أعادت في الحقيقة الحرب في أوكرانيا اهتمام واشنطن بصورة بالغة بشركائها الأوروبيين، ليشهد تحالف عبر ضفتي الأطلسي نهضة ربما لم يشهدها منذ تسعينيات القرن الماضي. فالولايات المتحدة دعمت كييف بكميات هائلة من الأسلحة، وحشدت الغرب حول عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو، بل وعززت من وجود وقدرات الناتو في شرق القارة الأوروبية. لكن ثمت مخاوف لا تزال قائمة تجاه استمرارية الشراكة والدعم الأمريكي لأوروبا، خاصة من الناحية العسكرية، ما قد يدفع القوى الكبرى في القارة لتسليح نفسها بشكل أفضل بعيدا عن التبعية الأمنية لواشنطن. We'll be right back.
نفتح إذا نقاشنا في هذا الموضوع مع ضيفينا من عمان، سيد مفيد الديك، دبلوماسي أمريكي سابق وباحث كذلك في الشؤون الأمريكية، ومن بروكسل أستاذ حسين الوائلي، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأوروبية. أرحب بكما ضيفي. أبدأ من عندك أستاذ مفيد، أبدأ معك حقيقة بالمخاوف. هناك مخاوف تبدو بأنها ما تزال قائمة تجاه استمرارية الشراكة والدعم الأمريكي للشركاء الأوروبيين، خاصة من الناحية العسكرية. أريد أن نتحقق من فعلا هل هذا موجود ولأي مدى وما هي أسبابه؟ صراحة أولا مساء الخير، أحييك أحيي ضيفك ومشاهديك الكرام. صراحة لا أرى أي نوع من سوء التفاهم بين الدول الأوروبية الغربية والولايات المتحدة، الدول الأوروبية والولايات المتحدة، سواء في إطار منظمة ناتو أو في إطار منظمة الاتحاد الأوروبي. ليست هناك بينهم أي خلافات، الطرفان مجتمعان على أنه يجب أن يحارب هذان الطرفان هذا العدو الروسي، أي فلاديمير بوتين، الذي فاجأ الجميع صراحة قبل 6 أشهر حين قام بغزو دولة مسالمة مجاورة، دولة عضو في الأمم المتحدة، بدون أي مبررات ولا أي استفزازات مهما كان نوعها. هذه الدول الآن استفاقت على هذا الدور الروسي المخرب صراحة في أوروبا، الذي لم تشهد له أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سابقة كهذه. هذا الرجل صراحة يعني وضع أمن أوروبا كلها على المحك. الدول الأوروبية والولايات المتحدة لن تسمح بذلك، وأنا أقول لك وأقول لجمهورنا العربي، هذا الرجل لن ينتصر، لن ينتصر. دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، سأعود مع حضرتك في هذه التفصيلة، دعيني أكمل لو سمحتي. طيب تفضل. دعيني أكمل هذه النقطة الصغيرة لو سمحتي. هذه الدول المعسكر الغربي لن تسمح لروسيا ولفلاديمير بوتين بأن تعكر صفو 70 سنة من السلام والأمن في العالم بعد اندحار قوى النازية والفاشية في أوروبا وسيطرة الدول الديمقراطية الليبرالية في أوروبا، التي شهدنا في عهدها كل الرخاء وكل الاستقرار وكل السلام وكل النمو الاقتصادي. تفضل. جميل. طيب أستاذ حسين، ضيفنا من عمان أستاذ مفيد يقول بأنه يعني لا خوف الآن من أنه هناك شراكة ودعم موجود ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الشركاء الغربيين، والكل موحد إلى الآن تجاه يعني عدو واحد وهو فلاديمير بوتين. لكن هل الأمور بهذه السلاسة؟ لأنه يبدو بأنه أيضا الغربيين لديهم مخاوفهم، لديهم حساباتهم الخاصة، والتي قد تجعل من استمرارية هذا الدعم أو هذا التعاون محل شك الآن، ولديهم انقسامهم أيضا في نفس الوقت. صحيح. يعني أنا يجيب على سؤال حضرتك، أعتقد بأنه الغرب الآن منقسم فيما يتعلق حقيقة بالأزمة الروسية، أو خصوصا كلما تقدمنا باتجاه الخريف وباتجاه الشتاء كان الانقسام حادا جدا. وهناك بعض الدول في داخل الاتحاد الأوروبي، إذا تحدثنا دبلوماسيا، أعتقد بأنه بعض الدول وبعض الأعضاء تريد أن تتملص حقيقة من كل القرارات والعقوبات التي اتخذت. الآن هناك أيضا يعني تغافل كبير جدا من قبل الأوروبيين حول العقوبات التي فرضت، يعني مثلا البنوك التي تتعامل مع الروس، الآن بعض البنوك يعني مرخص لها ومتاح لها أن تتعامل، ولكن بصبغة يجب أن تأخذ الصبغة القانونية التابعة للبنك المركزي الأوروبي. هذا أولا. المسألة الأخرى، هناك الكثير من الضغوط الأفريقية بالتأكيد، يعني وبالتركيز أيضا بشكل كبير جدا، ضغوط أفريقية على القارة الأوروبية، على الاتحاد الأوروبي، على أن يكون هناك مرونة كبيرة جدا فيما يتعلق بالعقوبات. لماذا؟ لأنه أفريقيا هي الأرض الزراعية حقيقة لكل العالم، وبالتالي هي تعتمد على الأسمدة والبتروكيماويات الروسية، وبالتالي إذا كان هناك نقصا في المواد الأولية ربما سيكون هناك أزمة فيما يتعلق أولا بالأزمة الغذائية العالمية التي نعيشها الآن، وكذلك أزمة
سلاسل التوريد التي تسمى هنا في أوروبا. فبالتالي هذا الانقسام موجود هو، وهذا الانقسام طبعا تعترف به الدول الأوروبية وتعترف به الولايات المتحدة الأمريكية، ولا إشكال في ذلك. الانقسام في الدول الديمقراطية حالة صحية وحالة طبيعية جدا، يعني مثلا هنغاريا هي التي دائما تعيق القرارات الأوروبية، لكن مع ذلك إذا تحدثنا عسكريا نعم هناك اتحاد عسكري، يعني بمعنى آخر القرارات الأوروبية تختلف تماما عن القرارات التي تتخذها المؤسسة الأطلسية في حلف الناتو. هنا نكون موضوعين حقيقة بوضع الضوء على الموضوع الأساسي الذي نتحدث منه، يعني بمعنى آخر هناك اتحاد عسكري، هناك حلف ناتو ورؤية عسكرية ناتو دائما تقول بأنه يجب أن هناك رفض للجيش الأوكراني، هناك تدريب للجيش الأوكراني على الأسلحة خصوصا في هاي مارش الراجمات التي مولتها وزودها الولايات المتحدة الأمريكية في بولندا. لكن يعني هل هناك انسجام دبلوماسي؟ بكل تأكيد أقول لا. طيب أستاذ مفيد، يعني أعود للنقطة اللي حضرتك ذكرتها لأنه هي مفصلية في الحقيقة، وهي مسألة الدعم والشراكة التاريخية والواجب الآن بين أمريكا والأوروبيين، لكن كيف نبرر هذا الضغط الأمريكي المتواصل على الشركاء والحلفاء الأوروبيين من زيادة إنفاقهم العسكري والتسليحي؟ يعني كيف نفهم هذا؟ يعني صراحة أنا لا أرى أن هناك ضغوطا أمريكية بالمعنى الحرفي للكلمة، هناك تغير هيكلي استراتيجي في القارة الأوروبية على مدى 70 سنة أو أكثر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أمريكا تدعم حلف الناتو بأكثر يمكن من 70% من نفقاته. الآن أعتقد أنه حان الوقت لكي تقوم أوروبا بالدور الذي يجب عليها أن تقوم به، لأننا الآن ندافع عن أمن أوروبا قبل أن ندافع عن أمن الولايات المتحدة. أمريكا بعيدة آلاف الأميال عن القارة الأوروبية، أوروبا الآن هددها بوتين، هدد أمنها ولأول مرة، وضع أوروبا على حافة حرب عالمية ثالثة، وضع أوروبا على حافة حرب نووية للمرة الثانية بالتاريخ. هذا الرجل وضع العالم أمام أزمة غذائية مدمرة، وضع العالم أمام أزمة بترولية وأزمة طاقة مدمرة، لا للشيء سوى أنه يريد، هو الإمبراطور بوتين يريد أن يعيد بناء الإمبراطورية الروسية. صراحة هو لا يكترث باقتراب حلف الناتو من حدوده، نحن كلنا رأينا خلال الشهر الماضي أن دولتين أوروبيتين كانتا على الحياد على مدى 70 سنة أو أكثر، فنلندا والسويد، الآن تريدان أن تنضم إلى الناتو. إذن هو بدل أن يبعد الناتو عن حدوده هو قرب الناتو إلى حدوده. فنلندا لوحدها لديها حدود مع روسيا بأكثر من 1200 كيلومتر. ثانيا هذا الرجل دمر قواته العسكرية في أوكرانيا وحول بلاده إلى دولة منبوذة. وزير خارجيته بالمناسبة، دعيني أكمل هذه النقطة، وزير خارجية هذه الدولة العظمى لم يستطع الشهر الماضي أن يسافر إلى دولة أوروبية هي صربيا. لو كنت مكان سيرجي لافروف ولم أستطع أن أصل إلى صربيا لاستقلت من منصبي صراحة، لأنني إذا كنت وزير خارجية دولة عظمى ولا أستطيع أن أصل إلى دولة في وسط أوروبا بمحض إرادتي، إذا أنا لست وزير خارجية دولة عظمى. هذا الرجل دمر بلاده. طيب أستاذ حسين، فيما خص التداعيات اللي أفرزتها الحرب أو الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما يخص أيضا الجانب التسليحي يعني هنا وتغيير استراتيجية الناتو التسليحية بشكل كبير الآن، وأيضا كل الدول الأوروبية أصبحت تنظر لجيوشها نظرة أكثر شمولية لتعزيز قوتها بشكل أو بآخر، الآن أين هي المصادر؟ يعني هل تبحث الدول الأوروبية الآن عن مصادر لتعزيز هذا التسليح؟ بكل تأكيد، يعني أعتقد بأنه الآن هناك رؤية أوروبية استراتيجية. أولا كانت هذه الرؤية الأوروبية استراتيجية تقول بأنه يجب أن يكون هناك جيش أوروبي وأن تكون هناك جيش أوروبي، هذه بمقترح فرنسي، لكنه لم ينجح لأنه الأزمة الأوكرانية ألقت بظلال على الوضع المالي وكذلك الوضع الغاز والطاقة الغذاء، كانت هناك أولوية أعتقد بالنسبة للأوروبيين. لكن
يعني إذا تحدثنا على سبيل المثال عن ما يسمى بالاستقلال الاستراتيجي، وهي استراتيجية أطلقها جوزيف بوريل وهو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، التي تقول بأنه أوروبا يجب أن تستقل عن كل التحالفات الموجودة بما فيها طبعا حلف الناتو، لكن لم تنجح. لماذا؟ لأنه دخلنا في أزمة أوكرانية روسية تؤثر على الجغرافيا الأوروبية، تؤثر على الواقع المالي وحالة التضخم الآن التي تعيشها أوروبا، فبالتالي كان هناك عجزا ماليا كبيرا جدا. بالإضافة إلى ذلك نحن ذاهبين إلى شتاء وخريف كما ذكر سلفا، لأنه هذا الشتاء مخيف بالنسبة للأوروبيين، يعني نتوقع أن تقطع الكهرباء هنا لدينا. أوروبا التي تعتمد على الطاقة البديلة والتي لديها ما يسمى بالجرين أكت أو العقد الأخضر حتى عام 2024 تستقل تماما عن الغاز، وكذلك تستقل عن كل المصادر التقليدية بما فيها الطاقة النووية، الآن لا تعود إلى الطاقة النووية التي من المفترض أن تتخلى عنها، بل ستعود إلى استخدام الفحم، واستخدمتها النمسا واستخدمتها ألمانيا. الآن نحن نستخدم الفحم حقيقة حتى نكدس، وكذلك نستهلك الغاز في الخريف. لهذا السبب الآن أوروبا تحتاج إلى أن تعيد هيكليتها العسكرية. ألمانيا الآن بدأت حقيقة أن تنتشر ليس فقط هنا، حتى في المحيط الهادي، يعني هناك مجموعة من السرب من الطائرات الألمانية ذهبت إلى المحيط الهادي، وكذلك المشاركة مع اليابان وأستراليا. هناك تحديث للجيوش الأوروبية وهناك إنفاق. أي بمعنى آخر أنه الولايات المتحدة الأمريكية استفادت كثيرا من هذه الأزمة، يعني فقط ألمانيا اشترت F-35 الحاملة للرؤوس النووية. يعني هذه الأزمة هي، يعني أنا أسميها حقيقة أزمة ماركتينج، يعني أنتجت تسويقا كبيرا جدا للأسلحة الروسية وكذلك الأسلحة الأمريكية، وكذلك تحديثا جديدا لنوعية السلاح الجديدة الذي لم يستخدم سابقا. بالإضافة إلى ذلك، وهذه نقطة محورية جدا، لأنه شركات الطاقة لدى الألمان وكذلك لدى الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيين، يعني بريتش بتروليوم، إكس موبيل، شل، كل الشركات الكبيرة جدا مثلا هليبرتون، كلها يعني أعتقد بالربع الأول استفادت أكثر من 100 مليار دولار. هذا إنتاج كبير جدا. الأزمة يعني بقدر ما أنه هي حقيقة ألقت بظلالها على الواقع الأوروبي، لكن أعطت ضخ كبير جدا لقطاعات مهمة، وبالتالي هنا يأتي الدور العسكري حقيقة لتحديثه وتقويته، لأنه ربما بأي لحظة يكون هناك انزلاق ويكون هناك صراع حقيقي وتصادم حقيقي ما بين الطرفين. شكرا جزيلا من بروكسل أستاذ حسين الوائلي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأوروبية، كما أشكر كذلك ضيفنا من عمان أستاذ مفيد الديك دبلوماسي أمريكي سابق وباحث في الشؤون الأمريكية. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين. إلى هنا انتهت هذه الحلقة من مدار الغد، وتابعتم فيها مع مطالبات بتوسيع عضويته ألم يعد الناتو الملاذ الآمن للدول المستضعفة والمهددة؟ وبعد داس أوكرانيا، هل ترغب الولايات المتحدة في اتحاد أوروبي أفضل تسليحا؟ انتهت هذه الحلقة من مدار الغد لهذه الليلة. أشكر لكم دوما طيب المتابعة، في أمان.